سيدي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من جولته الأممية. وهكذا مشاهدين الأعزاء تعطى إشارة البدء والانطلاق لهذا الشوط الرئيسي المفتوح 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 يا مضمرين في إكس آر بالانتظار، إضافة إلى الناموس الغالي في صباح هذا اليوم. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح، فهيأ لنا من أمرنا يا ربنا رشدا. أيها الأعزاء، انطلق هذا الشوط وتنطلق هذه السباقات دائما بالتوجيهات السامية وبالدعم الكريم والكبير من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول مباشرة مواري على مقدمة الشوط. وفي المركز الأول أذكر السادة المشاركين والمتابعين بأن مسافات هذا اليوم هي 5 كيلومترات. مواري على المركز الأول لفهد بن علي بن محمد القريصي على مقدمة الشوط، وتحتل المركز الأول مع أول كيلومتر مقطوع. ننتقل نقلة ممتازة إلى المركز الثاني، ومن تحتل المركز الثاني وتتقدم مصامخ لعلي بن فاران بن علي المري شعار بن قرع على المركز الثاني اللي تليها على المركز الثالث. التقدم من قبل خيرة لجابر بن راشد بن محمد الخيارين على المركز الثالث، بينما الدور دور المركز الرابع. ومن تتقدم بنت الباز لعتيق بن حمد بن قريع مزعج المضمرين يصل مع بنت الباز على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الله يصل الشعار الخطير. هذا الشعار سبب لنا في يوم الأمس البلبلة والزعزعة هنا على أرضية ميدان التحدي، حيث اختطف 5 أشواط واختطف الشوط الرئيسي بالمركزين الأول والثاني، وأيضا كسر حاجز 6 دقائق حيث سجل توقيتا من أفضل التوقيتات. شعار اللورد العفريت تصل عبد الله بن حمد بن سعيد العيدة على المركز الخامس، وتتخطى وتتقدم إلى المركز الرابع، يضمرها حمد بن راشد بن راية. الله يا بن راية، هل سنرى سيناريو يوم الأمس يتكرر في يوم الجداع؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. 3 كيلومترات تفصلنا عن معرفة بطلة الشوط المفتوح، بطلة الشوط المفتوح. زحمة يا شباب، زحمة يا جماهيرنا الأعزاء، زحمة سيارات، زحمة سيارات وجماهير كما نشاهد على شاشة التلفزيون تراقب الموقف، تراقب الموقف هنا في الميدان وأمام الشاشات يترقبون معرفة بطلة الشوط. هذا هو الشوط الذي تسلط عليه وسائل الإعلام، تسلط عليه الأضواء، ويتناوله المحللين والإعلاميين، وهناك أيضا لقاءات مع قناة الريان الفضائية في برنامج الريس، وأيضا موقع الأبرقة والصحف والجرائد وغيرها من وسائل الإعلام. الله، مصامخ اليوم ناوية على المصامخ. في يوم في السباق المحلي الماضي حلت وصيفة، أو حلت يعني أذكرها جيدا، في الشوط المفتوح سببت لنا إزعاج، واليوم تبغل في إكسار، تبغل في إكسار مع بن قريع. أمصامخ على المركز الأول غيرت في هذه اللحظات لعلي بن فاران بن علي المري، خطفت المركز الأول، بينما مواري، ما هي الطواري يا مواري؟ وأعلنت مواري حالة الطوارئ في هذا الشوط الرئيسي. الكيلو وين؟ الكيلو وين؟ الكيلو وين؟ اللي يرتعد مع المضمرين، يرتعدون المضمرين مع الكيلو وين؟ من هول الموقف، يا للهول من هذا المنظر، من هذا المنظر. المركز الثالث، غنايم يا غنايم يا غنايم، والعزايم مع هالغنايم. صالح بن محمد بن مالعة يتقدم مع غنايم وبنت الباز، مزعج المضمرين، مزعج المضمرين. الله
الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بنت الباز، بنت الباز تتسلل مع عتيق بن حمد بن قريع، احد الشباب المخضرمين، احد الاساتذه في هذا المجال، في هذا المجال دكتور، دكتور في هذا، في التضمير، عتيق بن حمد بن قريع احد البارزين، يقود بنت الباز قياده حكيمه. المركز الثاني تتقدم غنايم وتريد اغتنام هذا الشوط الرئيسي بالرايه، يصل مع العيد الثنائي الخطير على المركز الثالث العفريت، وفي راسها مليون عفريت، في راسها مليون عفريت. مصامخ على المركز الرابع، مصامخ تتقدم، ياهو شوط، شوط مولع، شوط نار، شوط كتم انفاس، شوط ايضا حرق اعصاب. هذا الشوط الاول الرئيسي، ولكن بنت الباز، بنت الباز من قريع هل يفعلها ويقتنص نقطة الشوط الرئيسي؟ الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير، يا مضمرين يا مضمرين. اسباير تصل لسالم بن فهيد بن بجاش، خطفت المركز الثالث. شعار بن قمرة ايضا يصل، السنديباد يصل معه، لبى لمحمد بن صالح القمرة مع حمد بن سالم بن جهويل، يا سلام. حربة بالضعيف قادمة، حربة 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 حربة، تتقدم في المركز الأول، ولكن اسباير 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 وغنايم، غنايم ثلاثية نارية. الشوط الرئيسي أقوى الأشواط، الله الله الله، يا سلام. اسباير اسباير، غنايم غنايم، وتقدمت حربة 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 وغنايم واسباير، ولكن بالضعيف 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 القوي في هذا الشوط، القوي في هذا الشوط، الله، خطف بالضعيف، خطف الشوط الرئيسي، خطف الجائزة العينية الفيكسار، وأهم من الفيكسار الناموس يا الضعيف، الناموس يا الضعيف. سعد بن مبارك بالضعيف النابت يختطف الشوط الرئيسي، سلامي عليك يا بالضعيف، وسلامي على حربة، سلامي على حربة، من خطفت الشوط الرئيسي، الله، حربة 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 تختطف الشوط المفتوح، الشوط المفتوح معك يا بالضعيف، وسلام يا حربة، سلام، تهانينا والناموس لسعد بن مبارك بالضعيف النابت المركز الثاني. لبى لمحمد بن صالح القمرة المركز الثالث. غنايم لصالح بن محمد بن مانعة المركز الرابع. المركز الرابع مستحيلة العلي بن سعيد بن صالح الجربوعي، شعار بالعرج، مرحبا براعي مستحيلة، أحد القادمين من ميدان المملكة العربية السعودية الشقيقة. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه اسباير لسالم بن فهيد بن بجاش، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. حربة تقتنص ناموس هذا الشوط الرئيسي، وتغتنم هذه الفرصة الذهبية في هذا اليوم التاريخي لمالك حربة. 7 دقائق 36 ثانية، 5 أجزاء من الثانية هو توقيت حربة لمسافة 5 كيلومترات. تختطف الجائزة العينية الفي اكس ار وتهديها لسعد بن مبارك بالضعيف النابت، تهانينا وناموس يا سعد على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت فيه لبة، قطعت المسافة في 7 دقائق 39 ثانية، 1 من الثانية، تهانينا وناموس لمحمد بن صالح بن حمد القمرة، والتهاني لحمد بن سالم بن جهويل. المركز الثالث وصلت فيه غنايم، قطعت المسافة في 7 دقائق 39 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، تهاني والناموس لمالك غنايم صالح بن محمد بن مانعه المري، وتهانينا أيضا للمنشد.